ونحن متحمسون جدا حيالها. سوف ننتظر فقط لدكتور آنا. نعم، سوف تنضم إلينا في حوالي 8 دقائق من الآن، إذا نستطيع أن نبدأ. عظيم. إذا يا رفاق، نحن كما ذكرنا أننا متحمسون جدا هنا بعالم ديسي. نود أن نقدم أحر التهاني لكل هؤلاء الذين انضموا وشاركوا بالأسهم المبكرة وببيلدرز بول وبأتشيفرز بول. يا لها بالإنجازات عظيمة يا رفاق، قد تمكنتم من أن تبدأوا هذه الصفقات والترقيات الجديدة. لذلك اليوم سوف نقوم بالإعلان عن امتداد بعض من هذه الباكجز أو بعض من هذه الخدمات بيوليو. ونحن نرى في الوقت الحالي يعني زخم كبير بالفوركس وآي آي، وهناك رواج عظيم. حوالي 75% قد أغلقنا بها بالأمس، نتائج عظيمة. ودكتور آنا أيضا سوف تحدثنا وتحدثنا عن بعض من التحديثات الخاصة بكريبتو أي آي وكريبتو أي، والتي لم تشهد يعني الفعالية بيونيا، ولكن سوف نشهد النتائج الساحرة والخلابة كما تعلمون. طبعا يعني حتى نكون قادرة على أن يكون لدينا إنجازات عظيمة، قد يأخذنا الأمر بعض الوقت، ولكن سوف نتحدث اليوم مع دكتور آنا بالأخص في سياق الـ AI، وسوف يكون هناك طرق جديدة لأن نقوم بالدخول بالأسواق بقوة، وأن نقوم أيضاً بتحقيق مستويات عالية وتنفيذ مستويات غير مسبوقة. هناك يعني إنجازات عظيمة في الحقيقة، لأننا عندما ننظر في الأداء ونرى هناك اختلاف كبير جدا مقارنة بالسوق، بالأخص أن هناك يعني طبعا يعني هناك وضوح كبير بالإنجازات وبأسهم الـ AI. ودكتور آنا سوف تشارك معنا تفاصيل أكثر من ذلك، وحيوات كريبتو AI والإنجازات الجديدة التي سوف تكون يعني نطبع أعينكم لتروا بأعينكم هذه الإنجازات عامة قريب. ونحن في الوقت الحالي طبعا نرى أن هناك يعني انضمام كبير لمجموعات ديسي، وسوف نشهد أكبر في الأشهر القادمة. كما ذكرنا، كيف تتعامل مع التحديات؟ أنك تواجه التحديات وأن تقوم بتقديم الزخم بالإنجازات التي وعدنا بها منذ البداية. وأعلم أن ربما الأشخاص قد يقولوا يعني هذا غير ممكن، ولكن كما ذكرنا أن التحديات لديها يعني عظيم الأثر. التحديات هي ما تمكننا وتقوّننا، هي تساعدنا أن نخلق هذه القصص الناجحة. ربما لن نتمكن في حياتنا أن نستمع لقصص حياة وقصص ناجحة إلا إذا كانت تعرضت لتحديات ضخمة. في الحقيقة إن ما يجعل الإنجازات إنجازات هامة وقوية هي قوة التحديات التي واجهتها لتحقيق هذا الإنجاز. وبنفس الفكرة إنجازات دايزي، ما يجعل إنجازات دايزي عظيمة هي أننا قمنا بمواجهة التحديات معا، وفي الوقت ذاتي لدينا أيضا هذا الزخم بفوركس، والذي سيكون به نتائج فعلية وعظيمة. وفي الوقت ذاتي كريبتو AI الآن سوف تقوم باتخاذ كل الخطوات السريعة والمتسارعة حتى تكون إنجازات غير مسبوقة. وكما تعلمون هناك ربما يعني مجموعتين من الأفراد، ونستطيع أن نقول مثلا عندما تقوم بالتفكير في هذا الأمر سوف ترى أنه عندما تقوم ببناء
موقد للنار. سوف تعتقد أنك بعض الأشخاص يقوموا بالإعداد لهذا الموقد، يقوموا بإحضار الخشب وبكل شيء حتى يقوموا بإشعال النار، ولكن هناك مجموعة أخرى عندما يقوموا بوضع الخشب يقوموا بوضع يقوموا ب يعني اتخاذ خطوات دون أن ينتظروا المجموعة الأخرى أن تقوم بخلق المجال المناسب لإشعال النيران، ودون فقط هم يعتبروا كما ولو كانوا هم الجازولين الذي تم وضعه على الخشب حتى يتم إشعال النار. هذه نفس الطريقة التي ربما بدأنا بها بكريبتو اي اي. عندما بدأنا ذلك كنا نحاول أن يعني نقوم بإحداث هذا الزخم، ولكن وجدنا أنه مجرد دخول كريبتو اي اي للسوق كان هذا وكانه هو الجازلين حتى يكون هناك زخم كبير وعظيم. لذلك ما نراه الآن أسهم أتشيفرز بونس بول في شهر يونيو كانت حوالي أكثر من 10,000 دولار للسهم الواحد. هذا يعني أنك في شهر مايو قد حصلت على 10,000 دولار بونس في شهر يونيو. وطبعاً يعني عليك أن تتأكد أنك لن تتجاوز هذه الفرصة ببونس بول بروموشن، لأن هذا إنجاز عظيم ولابد عليك أن تنتهزه وتستفيد منه. لذلك تهانينا لكل من شاركوا بشهر مايو وبشهر يونيو، تهانينا لكم. الآن لديكم سهم بالأتشيفرز بول. أما بالنسبة للبيلدرز بول كان هناك حوالي 150 أو 140 دولار للسهم. نعم 150 دولار للسهم ببيلدرز بول. هناك مئات ومئات من الأسهم تحصل عليها بالبيلدرز بول، بعض منهم حتى بعض الأشخاص قد حظوا بمضاعفة الأسهم، بعض منهم حظوا بآلاف الدولارات نتيجة لعادة الأسهم التي حصلوا عليها بالبيلدرز بول. لذلك هذا يعني هذا هو أهمية الأمر، أنك على مدار رحلتك بديزي وفي كل مرحلة تحدي إلا أنك تخلق إنجاز جديد. لذلك نحن نحثكم جميعا أنكم من خلال مجموعة ديزي أننا كما تعلمون نود أن نصل إلى 100 مليون بالتعاون مع فوركس اي اي في هذا العام، ونحن على المسار الصحيح وسوف نرى نتائج وزخم غير معتاد بالاي اي. لذلك سوف نتحدث عن كل ذلك اليوم وسوف نحصل عن بعض من التفاصيل الهامة ونشارك معكم بعض الأخبار العظيمة. لذلك من رؤيتي ووجهة نظري يا رفاق أود أن أقول أن الوقت الآن هو أفضل وقت على الإطلاق. ربما هذا هو الوقت الذي يمكنكم أن تروا برمقلة أعينكم النتائج الملموسة، أن تجدوا النتائج وأن تروا النتائج. نحن الآن نحدث تغيير للأوضاع وسوف نتحدث طبعا بتفصيل عن ذلك. كما ذكرنا في هذه اللحظة وفي هذا المشروع لابد أن نغذى بهذا نحظى بهذا الضخم الكبير الذي لدينا وأن نأخذه لمستويات أكثر تقدما. ربما نحن نؤمن أن يوليو سوف يكون هو شهر مليء بالإنجازات ومليء بالسجلات الناجحة، وسوف يستفيد الجميع من مجموعات ديزي. ونحن لدينا عدد من القادة والليدرز والذين هم متواجدون بجميع أنحاء العالم والذين يعملون عن كسب مع ديزي. هم قادة كبار لديهم أعمال ناجحة، لديهم قيادة ناجحة. الوقت الآن قد حان لكم أن تنضموا لهذا الوقت الحاسم بدايزي. نحن متفائلون جدا حيال ما نحظى به الآن. إليا وإدوارد يعني دعونا نستمع إليكم أيضا يا رفاق، ماذا تشعرون؟ نعم أنا أشعر بصراحة أنني يعني مندهش جدا وسعيد جدا بمعدلات البونس. كنا نقول ربما قد نصل لمثلا 10,000 ولكن نصل لحوالي 160,000. يعني الأمر كان تجاوز حتى توقعاتنا. نعم يعني في السهم الواحد أنت تحظى بالآلاف.
Yeah, and it's very affordable, right? نعم، والأمر بسيط، يعني الأمر بسيط، يستطيع الجميع أن يحصل على ذلك. نحن نستطيع ببساطة أن نحصل على هذه الحصة أو هذه الأسهم، بل ونحظى على أسهم إضافية، ونستطيع حتى أن نحصل على المزيد بالأشهر القادمة. وربما أنت طبعاً تحاول وتود أن يعني لا تألو جهداً حتى تحظى بهذه الأسهم شهراً بعد شهر، وتحدث إنجازاً بعد إنجاز. نعم، ربما إذا كنا نفكر يعني إذا هذه يعني هذا مكسب محتم، وفي الحقيقة أن الأموال والمكاسب التي تحصدها من أداء كل الأفراد، لذلك يعني الفكرة هنا غير معقولة. يعني الأمر في الحقيقة مهم جدا، وهذه خطوة خطوة تحدث نقلة نوعية، لأن الجميع يهدف ولديه هدف أن يكون بالبيست سيلر ليدر. لابد أن تكونوا على علم أنكم فقط من خلال إحالة 3 أفراد أصبحتم البيست سيلر جولد، وهذا هو الهدف الذي يعني يحاول الجميع أن يحققه، أن ينتقل إلى بيست سيلر ليدر. ولكن الآن أيضا في وقت ذاتي، بينما تفعل هذا وفي كل مرة تقوم بضم بيست سيلر، تحصل على سهم بالأتشيفرز بول. لذلك كل ما تفعله اليوم، حتى إذا كنت تبدأ من صفر اليوم، يمكنك أن تكون بيست سيلر ليدر من خلال فقط 3 إحالات، وتحصل في المقابل على 3 أسهم بالبونس أتشيفر بول. لذلك هذه يعني حوافز جمة. وبنفس الطريقة إذا كنا مثلا نفكر كيف لنا أن نقوم أو أقوم بتركي لبيس ريجولد، هي ببساطة من خلال أنك تقوم بإحالة أفراد. والآن معك هذا البيلدرز بول، والذي سوف يحفز هؤلاء الأفراد على أنشطتهم اليومية، وحتى يساعدوا أن يضموا أفراد آخرون ويحصلون على هذا. إذا قدموا هذا على 3 مرات يكونوا هم بيست سيلر ليدر، وحينها أنت تحصل على أسهم دائمة، 3 أسهم دائمة. لذلك هذه الأمور جميعها تأتي يعني متناغمة ومتلاحمة حتى تحدث زخما غير مسبوق. لذلك عندما نقول أنك بيست سيلر تنضم إلى مثلا مجموعات المناقشة والدردشة مع البيست سيلر ليدر حتى يروا كيف لهم أن يكونوا بيست سيلر ليدر، دعونا نقول أن شهر يوليو سوف يكون به إنجازات حتى أكبر من هذا الذي حظينا به بيوليو. لذلك تهانينا لكل من حصلوا على الأسهم وكل من ترقوا بدرجاتهم، وشهر يوليو ينتظركم. سوف أقوم الآن بمشاركة يعني شريحتين معكم حتى ننتقل لمزيد من التفاصيل. You guys see my screen? هل ترى الشاشة يا رفاق؟ نعم نراها بوضوح. كما تعلموا يعني أنا بهذا الأسبوع كان لدينا مجموعة من القادة، وقمنا بتشغيل الفيديو من برج خليفة بدبي، وفي الحقيقة كان الأمر رائع جدا، لأنكم كما تعلمون يعني هذا الحادث كان منذ 7 أو 8 أشهر مضت، وكل شيء تحدثنا فيه في هذا الحدث قد حدث بالفعل. دعونا نرى هذا الفيديو أخرى، هو فقط 3 دقائق، وأعتقد أنه من المهم جدا في جلسة اليوم وفي أن نرى كمجموعة أننا نحتفل بحقيقة أننا لم نغير المسار، نحن مستمرون على المسار، ومهما كانت هناك تحديات ومهما كانت هناك
أمور قد تعطلنا إلا أننا اتخذنا قرار صارم أننا سوف نستمر على الخطى، سوف ننفذ، سوف نوصل، سوف نحقق. وبينما نحن نجري بهذه الجلسة هذا الأسبوع، وكنت أنا أقوم بعرض الشرائح مع الزملاء، إلا أنني شعرت بحماس قوي عندما شاهدت هذا الفيديو، لأنه ذكرني أن لا شيء يتغير، ما زالت لدينا نفس الرؤية، نفس القصة، نفس القوة، نفس الإيمان للفرص القوية والمبتكرة التي قد نحصدها، حتى وإن كان هناك تحديات كبيرة. والقوة والزخم الذي نستطيع أن نقول له من حوالي 8 أشهر، بعد 8 أشهر من بداية القصة، وتجد أنك ما زلت تعمل على تحقيق نفس الرؤية ونفس الاقتناع ونفس القناعة ونفس المهام ونفس الأهداف. عندما يكون لديك هذا النوع من الالتزام والتركيز، دعونا نقول يا سيدتي وسادتي معنا هنا أن هذا يعني أن هناك أمور عظيمة تحدث بالفعل. هذا مرة أخرى يبرهن أن هذه الشركة لا تقوم بإحداث يعني أفكار خرافية، ولكنهم يقوموا بإحداث أثر. هم يخلقون زخم، هم يخلقون، يجعلون من المستحيل ممكنا. وهذا ما نشهده، وأننا نستمر بالتركيز وبالالتزام وبتحقيق الهدف الواحد وتحقيق الرؤية الواحدة. هذا هو أساس القوة، هذا هو محرك القوة، والذي يستطيع أن يستمر دائما مرارا وتكرارا أن يحدث هذا النوع من التحسين والترقية والتطوير من طريقة العمل، إلا أنه لن يحيدنا عن مسارنا. لذلك دعونا نشارك هذا الفيديو من برج خليفة. أود أن يستمع الجميع إلى الرسالة التي كنا نرسلها من هذا الفيديو من برج خليفة، لأن الرسالة التي كنا نحاول على أن نرسلها منذ أن بدأنا هي نفس الرسالة التي ما زلنا نعمل على إرسالها اليوم. لذلك دعونا فقط نبدأ بهذا اليوم حتى نذكر أنفسنا ونذكر الجميع بمن نحن وأين نحن وما هي ما هو مستقبلنا سويا. دعونا نرى هذا. Accessing mainframe. Initiating DAISY AI protocol. Protocol DAISY AI. System error. خطأ بالنظام. إعادة تفعيل النظام. سوف يبدأ في 3 2 1. بداية DAISY Global Network. The future is created by ideas whose time. المستقبل يصنعه الأفكار. And by those who believe that nothing. ويصنعه هؤلاء الذين يؤمنون أن لا شيء مستحيل. نحن ولدنا لنحقق ما لم يتم تحقيقه من قبل. رحلة الممكن لا تعرف النهاية. Blockchain, DeFi, NFT, AI,
DAISY Decentralized AI System نظام الـ AI اللامركزي والعهد الجديد للتمويل التمويل اللامركزي الأرباح المساواة الدخل DAISY حيث يجتمع هؤلاء الأقوياء لتغيير العالم لصالحهم. I literally, I don't even see the hair on my arms stand up. ربما يعني كنت أرى نفسي وأنا أرفع يداي في كل مرة أشاهد فيها هذا الفيديو يعني أشعر بحماس قوي. هذا ببساطة يعرف ويقدم DAISY حيث يقول أن الأشخاص الأقوياء متحدون مع الأفكار اللامحدودة لتغيير العالم. إذن الأفكار اللامحدودة والأشخاص الأقوياء يجتمعون سوياً. إذن دعونا نقول أن مرحلة التطوير لـ AI في عالم التجارة هذه الرؤية التي كانت لدى دكتور أنا ودكتور إندوك هو أن يكون هناك أفكار كبيرة والتي لا تعرف النهاية والتي لم يتم استخدامها من قبل وأن يكون لدينا مجموعات من المحاربين الأقوياء الشجعان الذين يعملون معا لأننا نود سويا أن نقوم بتقديم أفكار قوية عندما نحظى بهذه المعادلة الشجاعة والأفكار اللامنتهية إذن لا نستطيع أن نوقف أو أن نعرقل هذه النوعية من الطاقة وهذه هي الطريقة والرسالة التي بدأنا بها الرحلة بديزي وحتى هذه اللحظة مع الأسف أنك بعض الأشخاص يعني لم يفهموا كيف لنا أننا حظينا بهذه القوة ربما لكل منكم كل من هم يسمعون الآن ربما يعني كما تعلم إدوارد بعض المجموعات اليابانية كانوا ظهروا بالفعل بهذا الفيديو كانوا أعضاء جداد كانوا مؤهلين لبيسلر وانضموا إلينا وهم الآن بيسلر ليدرز وفي هذا الفيديو مثلا دكتور جانز أنا تحدثت معه أننا كنا نقوم ب يعني الإعداد لحدث كبير بأفريقيا حتى نقوم بتقديم DAISY على كل المستويات لأنها تساعد في تغيير حيوات الأفراد لذلك نحن هنا اليوم نتحدث معكم كمجتمعات بسببكم أنتم بسبب الطاقة التي لا تعرف المستحيل بهذه المجموعات ونحن الآن نذكر أنفسنا مرة أخرى بمن نحن وأين نحن اليوم وما وصلنا إليه وما هي الخطوات القابلة لذلك دعونا الآن نعطي الكلمة لدكتور آنا لتحدثنا عن بعض من التفاصيل حول ما يحدث وهذه الشريحة سوف يتم مشاركتها مع المجموعات يعني لن أخذكم حول يعني العرض الشرحي ولكن دعونا نفكر في هذا هذه كانت الرسالة من اليوم الأول وما زالت هي الرسالة معنا حتى الآن عندما يكون هناك مشروع تمويل جماعي بالمساواة لا مركزي على بلوك تشين بها 100% من عقود الذكية لا مركزية وبهذه الشفافية وأن يكون هناك أيضا التأكد من أن هؤلاء كراود فاندرز يحصلون على أسهم من إندوتك وفي الوقت ذاته يحصلون على مكافآت من نتائج المعاملات التجارية بالفوركس والكريبتو كارنسي وطبعا في الوقت ذاته أن يكون هناك استخدام لبزنس موديل الذي يضمن أن الجميع يفوز الجميع يحظى بالأرباح الجميع يحدث بالدخل لذلك عندما كنا نقول مثلا ماذا يحدث ب كريبتو اي اي وكيف حال الاداء دعونا نتذكر مره اخرى يا رفاق نحن هنا
كراود فاندينج بروجكت، مشروع تمويل جماعي، وهذا يعني أننا نقوم بدعم مشروعات التي قد تأخذ وقت حتى يتم تطويرها، والتي قد تتعرض لبعض من الرواج وبعض من الانتكاسات وبعض من المشكلات والإشكاليات التي لابد من حلها وبعض من التحديات، إلا أنها رحلة حتى نقوم بتقديم حلول. هذه هي رسالة دايزي. نحن لسنا فقط مؤسسة أو نقوم فقط يعني الحديث عن النجاحات وفقط، لا، نحن واقعيون، نحن حقيقيون، نحن نعمل على مشروع حياة، وهذا يعني أنه سوف يكون رحلة تمتلئ بتحديات وبعض من الإنجازات. لابد أن نحتفل بهذه الرحلة. لماذا؟ لأن هذا هو الدليل على أننا حقيقيون. هناك شركات كبيرة كما تعلمون يا سادتي وسادتي أنها تتعرض لتحديات، إلا أنهم لا يشاركوا هذه التحديات مع أفرادهم ومجتمعاتهم. كم من هذه الشركات والتي تقوم بمشاركة يعني نتائج ولكنها ليست حقيقية؟ هم فقط يودوا أن يخبروا الجميع أن كل شيء على خير ما يرام، ولكن هذا غير حقيقي، هذا غير واقعي. ولكن نحن هنا بديت نشارك معكم كل شيء، لذلك لابد أن نحتفل بحقيقة أننا نواجه تحديات، لأن هذا يبرهن ويؤكد على أننا حقيقيون، ولأننا لا نقوم بإخفاء أي شيء عنكم ولا إخفاء أي شيء بعملية برمتها. وفي الوقت ذاتي يوضح على التزاماتنا وتعهداتنا أمام الجميع أننا نعمل على حل هذه التحديات. وفي الوقت ذاتي لابد أن أيضا نحتفي ببعض من الانتصارات العظيمة والتي رأيتموها يا رفاق. أنتم تعلمون أنك أكثر من 150 ألف من المساهمون، وتعلمون أنه أكثر من 105 مليون من المعاملات. هل تعلموا أنه هناك أكثر من 34 مليون دولار تم دفعها بالفعل يعني نتائج بالاي اي تريدينج؟ نعم، هذه أمور لابد أن نحتفل بها. لو نكون أكثر من 100 مليون تم دمعها كريورد، وأكثر ب 34 مليون فقط الاي اي تريدينج ريورد، ونحن فقط يعني نعتبر فقط يعني بدأنا عما قريب. في الوقت ذاته يا رفاق ما ذكرنا أن هناك خارطة طريق من اليوم الأول لديزي، حتى من قبل أن نقوم بافتتاح وتدشين الكريبتو بواحد بالأول من يونيو. وكريبتو اي اي 2.2 تم تدشينها بالأول من يونيو، كان هناك يعني احتفال كبير، ونحن الآن قمنا أيضا بتدشين النسخة الثانية، النسخة الجديدة من كريبتو اي اي، وأيضا أبليفت لونش بعد، وسوف نقوم بجلب أيضا مزيد من الأخبار السارة بهذا بالأسابيع القادمة. وطبعا كل هذا نتيجة طبعا رؤية دكتور آنا بيكر، والتي سوف نستمع إليها اليوم، وسوف تشارك معنا هذه التفاصيل. وطبعا بالحديث عن كريبتو اي اي 2.0، نود أن نقول أن تم تدشين هذا بيناير 2021، ولكن الأداء وصل أقصى درجة ب 120% بالجيل الأول من الاي اي، والذي أيضا واجه بعض من الخسائر حوالي 30%، وسوف نرى هذا أيضا يعني من 80 مليون ل 60 مليون طبعا نتيجة هذه الخسائر. ولكن مرة أخرى هذا يدل على شيء، يدل على الشفافية 100%. أما بالنسبة لفريق اي اي قد قام أيضا بإحداث يعني إنجاز كبير، وأن النسخة الثانية من كريبتو اي الآن متوفرة وقيد التشغيل منذ الأول من يونيو 2022. أما بالنسبة للنسخة الجديدة للاي اي قامت بإحداث حوالي 300% كعوائد سنوية دون الاستفادة، أو يعني مع الأخذ عن اعتبار كل ظروف السوق، يعني هون نتحدث عن 300%. هذا يعني أننا الآن متمكنون بما يحدث بالسوق في هذا المجال. Anywhere in the world today. في سوق الكريبتو في أي مكان، وكما تقوم الـ AI بالعمل
بالأشهر المقبلة. إندوتاك وديزي كوميونتي سوف تصنع جميعها وسوف تملأ بسطور من نور التاريخ الخاص بعالم الـ AI. وإذا كنا نتحدث مثلا كيف للفوركس تعمل كريبتو ماركت هو الأكثر سوق غير متوقع بالعالم. Or in the stock markets, you have some. عندما نفكر يعني في هذا في منظور السوق نحن نعلم أن السوق يتعامل ويتغير دون أي يعني توقع. قد يكون هناك تطاير وتقلب بالأوضاع. قد يكون هناك نسب كبيرة جدا تتغير وتتبدل في ساعة واحدة في اليوم الواحد. هذا هو عملات الكريبتو. إذن هذا السوق سوق الفولاتايل أو السوق المتطاير هي أحد الصناديق أو أحد التمويلات الكبيرة بالعالم والتي يتم يعني تقوم يتم ضغطها بملايين الدولارات لأنه مرة أخرى كما ذكرنا السوق هنا غير ثابت، السوق متطاير ومتغير. إذن الفكرة أن يكون هناك إنتاج وتحقيق عوائد وأرباح بشكل مستمر بعالم الكريبتو هذا شيء لم يحدث من قبل على الإطلاق بتاريخ الكريبتو. إذن هذا مرة أخرى يأخذنا إلى فكرة وحقيقة أن الخوارزميات التي نستخدمها مختلفة من أي خوارزميات أخرى بالسوق ومن أي شركات أخرى. نحن نؤمن أن إندوتك هي الشركة التي تقوم بوضع هذه الشفرات والأقواس، ونتيجة لذلك فإن فإن المستقبل وأداء ونتائج الكريبتو سوف تكون جديدة على المشهد العالمي والكوني. لذلك ربما بعض الأفراد قد يقول كيف لنا مثلا أن نحظى بعدد أو بمزيد من الأرباح بشهر يونيو. مرة أخرى الإجابة هي أنه كما قالت دكتور أنا وفريقها أنه كيف لنا أن نتعامل مع السوق المتطاير والمتقلب، كيف لنا أن نكون ثابتون بالأخص في الأوقات الأكثر تقلبا والأكثر تغيرا وتبدلا. لذلك كيف لنا أن نكون واثقون حتى نقوم بانتهاز الفرص التالية بقوة؟ إذن علينا أن نرى هذه النتائج التي نستطيع أن نجنيها من الـ AI 2.0. والآن كما تعلمون لدينا 75 حوالي 75% يعني ربما قمنا بالتدشين الكامل بمايو 2022 وكان هناك من حوالي 5-8% من معدل التبادل التجاري وأكثر من 70% من الأرباح بعد الشهرين الأولين. وقمنا أيضا بتدشين فوركس مومنتوم بروموشن في الأول من يونيو بهدف أن نقوم بتمويل جماعي ل 100 مليون USDT ب 2022 بفوركس أو بتطوير فوركس. دعونا نتحدث سريعا حول المومنتوم باكس أو يعني حزم الزخم. إذن مومنتوم باكس سوف تستمر بيوليا. فوركس مومنتوم باكس سوف تكون أيضا متوفرة في يوليا ب90% من المساهمات سوف تكون متاحة للتبادل الحي. إذن بدلا من أن كانت 70% الآن ستكون 90% سوف تكون متاحة للتبادل الحي. لابد أن تكون بالفئة الخامسة أو أعلى من ذلك حتى تشارك في ذلك. أعضاء الفئة الخامسة يمكنهم أن يشاركوا مرة للتير 5 ونفس الأمر أيضا للفئات من 6 إلى 9. A tier 6 momentum pack and a tier 7 momentum pack. When you're tier 8 in forex you can عندما تكون مثلا بالفئه الثامنه يمكنك ايضا ان تقوم بالمسمى بتير 8 مومنتوم باك. عندما تكون بالفئه العاشره لا تقوم فقط بمشاركه مره واحده بل بعدد لا منتهي من الارقام للمومنتوم باكس. وكما ذكرنا مومنتوم باكس تكون 90% بتبادل الفوركس لاغراض الاختبار والتطوير و5% للبونس او ريفيرال بونس و5% ل كل مومنتوم باك تذهب إلى يعني مجموعة
الناجحين أو Achievers Poll، وهذا هو السبب لأن الآن يعني كما تعلمون المومنتم باكس هي قوية جدا والجميع يشارك بها. مومنتم باكس أيضا سوف تحظى بنفس عدد أسهم المساواة كيعني فئة ثابتة وقائمة بذاتها. كما تعلمون كنا في الأول 70% تذهب إلى اللايف تريد أو التجارة الحية، أما الآن 90%، ولكن 90% تذهب إلى التبادل التجاري، وهذا ربما هو الأفضل على الإطلاق. هذا إليكم يعني كما تروا هنا مثلا تير 10 أو الفئة 10 ب 51,000، هناك 46,000 بالتريدين، وما زلت تحصل على 256 من الأسهم بهذه الباك. ربما سوف نتطرق لحديث عن Builders Poll وAchievers Poll، ونحن الآن سعداء جدا أن نعطي الكلمة لدكتور أنا، وسوف أعطي كلمة لإدوارد وإليا ونعطي الكلمة لدكتور أنا. إذن إدوارد وأنا، هل لديكم أي أفكار قبل أن نحضر دكتور أنا معنا في الحديث؟ ربما إذا قمنا فقط I'm actually excited to see. أنا يعني سعيد جدا ومتحمس، وكما استمعت لدكتور أنا أنني كنت أتحدث مع دكتور أنا في الحقيقة، وكان هناك 7 علماء معنا بالمكالمة من حوالي أسبوع، وقضينا حوالي 3 ساعات في محادثة هاتفية، وتطرقنا لتفاصيل كبيرة جداً لنرى ما هي التحديات التي واجهوها وما هي الإنجازات في الحقيقة التي تمكنوا من تقديمها. هذا أستطيع القول أن الأمر ليس بالهين وليس سهل، يعني كما قمنا بتدشين التدشين هذه الأمور ليس بالسهل، يعني دكتور أنا سوف تأخذنا لحقيقة الأمر وسوف تشعرون يعني بحماس، لأنني كما تعلمون أنا شخصيا قبل أن أنضم حتى إلى ديسي وإنتوتك أنا ذي خبرة سابقة في هذا المجال، لذلك دكتور أنا أستطيع القول لديها خبرة عظيمة حيال ما قدموه وما ستعرضه. نحن نستطيع القول أننا بالفعل يعني في خير مكان. لا أود أن أطيل عليكم لأننا لدينا أقل من 20 دقيقة، إذن إليك الكلمة. نعم، قبل أن أشارك معكم البرزنتيشن أو العرض الشرحي، أود أن أشكركم جميعاً لأننا هنا بإندوتك نحظى يعني وقت عظيم جداً، وعندما نرى 2.0 بدأت مع فريقي الذين هم يعني 10 أفراد، فريقي متألف 10 أفراد نعمل مع بعض يومياً وبشكل وعلى مدار الساعة، نحن نعمل على مدار الساعة، ونحن سعداء أن يكون معنا كل هذه الأدوات وأن نوفرها حتى نكون قادرون على أن نقوم بتقديم أنواع جديدة وفعالية مع بعضنا البعض ومع كل يعني الفريق. إذن أود أن أشرح لكم أننا يعني بين حين والآخر عندما نتحدث لدينا محورين. المحور الأول هو أن نقوم بتطوير تكنولوجيات وتطوير الإشارات، ونحن هنا يعني نحقق يعني أداء عظيم، ولكن المحور الثاني ونحن ما زلنا نتعلم فيه وهو إدارة تمويلات كبيرة، ومن جانب ما نراه الآن بهذه الصناعة كما ذكر جيرمي أن هناك يعني هناك تدفق كبير بهذه التمويلات بعشرات مليارات الدولارات، ونحن نعلم أن المهم بهذه الصناعة أن نقوم بتمكين استراتيجيات قوية
أنك يعني لا تكون فقط بالشراء والاحتفاظ بما اشتريته، وكما تعلم هذا قد يكون مثل الانتحار بسوق متطاير مثل سوق الكريبتو. لذلك أعتقد أننا يعني تمكننا من التعايش كل هذه الفترة مع طبعا استخدام هذه الخوارزميات الجديدة. لذلك نحن الآن نستطيع أن نقول أننا لن نكون فقط متعايشون وناجيون، إلا أننا سوف نكون أيضا محركون النجاح بالسوق. أيضا أود أن أقول أن الاستراتيجية الواحدة single strategy ناجحة جدا، وبد أن نقوم يعني بالوثوق بها من خلال طبعا إدارتنا. وسوف أتطرق للمزيد من التفاصيل، سوف أكون فقط بمشاركة الشاشة معكم أولا. إذن هذا التحديث الخاص بالأول من يوليو 2022، هذا مثال لما يعني واجهناه. هنا على سبيل المثال هذه خبرتنا بما وجدنا أنه كان هنا من هذه النقطة، كان هناك بيونيا وكان لدينا نقضتين جيدتين هنا، هذه الأولى والنصف الثاني هنا. إذن هذه النسخة الجديدة تعمل جيدا، ولكن كما نرى هنا هذه هي الفولاتيليتي أو التغير، اللون الأخضر الذي يأتي تحت وأسفل الخط 91، هذه هي التغير والتقلب بهذا السوق، والتي يعني ترتفع وتهبط. قد نرى أن هناك يعني خسائر كبيرة بهذا السوق قد نراها، وربما قد شهدنا هذا التقلب بهذه الفترة. إذن الأخبار السارة التي نستطيع أن نقولها هو أن النسخة القادمة التي نطورها سوف تكون متوفرة في الأسابيع القادمة المقبلة، أن سوف يكون هناك تردد أعلى. إذا قمتم هنا بتكبير هذه الخريطة سوف نرى أن هناك يعني فرص كبيرة بالأخص مع هذه الخوارزميات الجديدة، وهذه النقطة الرئيسة بديزي. نحن يعني ما كنا نستطيع أن نقدمه سابقا أن نقوم فقط بتحسين الأفكار، ولكن نحن الآن كشركة وكتكنولوجيا نحن قادرون على أن نقوم بإطعام الـ AI وبتغذية الـ AI بخوارزميات جديدة بشكل يومي، وسوف أريكم بعض من الأمثلة الحية التي تحدث هنا. أود أن أشارك معكم لماذا هذا السبب، حتى وإن كان هناك يعني تغيير كبير ونقلة نوعية إلا أننا نرى أنه هذه الحقيقة هنا تجربة هذه المعادلة، أننا بيونيو قمنا بتقديم النسخة 16 أو 16، وما زلنا محتفظين بالبروفيليو سبليت ما بين لونج وشورت أو طويلة وقصيرة. كان لدينا فقط 34% من رؤوس أموال الفعالة. إذا كان هناك أكثر من نحن نقوم باستخدام يعني نهجين ونقوم باستهداف أكثر من 100% من استخدامنا لرؤوس المال. وكما ذكرنا أن الأمر ليس سهيل، هذا من السهل أن هناك عدة شركات بالفعل أعلنت عن إفلاسها، لكننا يعني كان نستخدم أي منها بأي من خوارزميات أمر هام. لذلك تمكننا من أن نتعامل مع هذه المشكلة وهذا التحدي. ما يحدث هنا بهذه الخوارزميات أننا بالنسخة 16، وهنا حظينا بكل النتائج ولا نتوقع أن يكون لدينا أي من الخسائر، إلا أننا لهذا الشهر تحديداً كنا نعمل على تحديث نسخة 16 ونقوم بتغيير الأمر بهذا الشهر تحديداً، ولذلك
ايضا الشورت كانت ايضا يعني اداء كان جيد جدا حيث اننا تمكنا من العمل على يعني كل هذه الجوانب. لذلك هذه هي يعني الطريقة المتوازنة التي أجرينا بها هذه الخطوات. أود أن أشارك معكم طريقة هنا على باينانس مثلا طريقة ظهور هذه الأرقام. لدينا حوالي 45 مليون بالهيكل المالي ولدينا 12.2 بالبي سيريز وبالفيوتشر أكاونت لدينا 45 هذا يأخذنا إلى هذا الهيكل الذي وضعته هنا أمامكم وأيضا لدينا بعض من الأموال التي نستخدمها من أجل التأمينات وقررنا نقوم باستخدام بعض منهم لنسخة جديدة ليوليا. لذلك في يوليا سوف نقوم بوضع هيكل أن يكون لدينا هذا الهيكل المؤلف من 175% ستكون على جانب اللونج و 125% ستكون على جانب الشورت أو القصير المدى. لذلك ببساطة كما ذكرنا أنه عندما يكون هناك تغيير بالسوق يكون الأمر صعب. إذا مثلا كنا ننتقل من 100 إلى 150 قد يكون هناك إنجاز بس 50% من مثلا من هناك 150 ل 100 قد يكون هنا خسارة بحوالي 30%. لذلك سوف نكون قادرين على أن نتعامل مع هذه البولش موفز بشكل أكثر قوة. إذن هذا هو البورتفوليو كما ترون. نحن الآن وضعنا قوي بأي قفزات قصيرة بالسوق. مرة أخرى دعونا نقول ماذا مكنتنا به دايزي 2.0 هي أن نكون حذرين بالقفزات والتغيرات بالسوق. إذن هذا هو الهيكل الجديد لدينا. سوف نقوم بالحصول على 16 مليون بالتبادل التجاري وحوالي 3 مليون بالإنشورنس وهذه 60 مليون سوف تم تقسيمها وفقا لما شاركت معكم مما قبل وأن نحصل على 2.5 بالهيكل نحصل على هذه الرؤوس المالية. وطبعا هذا من المهم أن نقول أننا نؤمن بخوارزميات التي لدينا وأنها يعني تجعلنا غير قلقون على إطلاق بأي تغييرات تحدث. هذه القصة التي لدينا على سبيل المثال بالنسخ السابقة التي كنا نعمل عليها سابقا ما كنا نعمل به على جانب الشورت أو جانب القصير المدى كنا نحصل أو يعني نواجه بعض من الخسائر ونتجاوز وهنا نخرج هنا. ولكن ما يحدث اليوم مع الخوارزميات الجديدة هو أننا نقوم بالعمل بحذر ونعود مثلا أخرى إلى أدراجنا. لذلك هذا ما يحدث على الجانبين الجانب الطويل والجانب القصير. هو الآن أننا نتعامل بحذر حتى لا نحصد خسائر كبيرة على جانبين القصير والبعيد. الأمر أيضا بنفسه يحدث على الألغوز التي كان لدينا فيما قبل. مثلا كنا ندخل هنا مع هذا ونخرج هنا وندخل مثلا أخرى هنا لونج. انظروا في هذه النقطة من هنا وصعودا هناك يعني خطوات قوية كان لدينا في السابق ولكن كنا غير قادرون على أن نجدها. ويمكنكم أن تروا هذه المرحلة قد تسببت بعض الخسائر سابقا ولكن القصة الآن هو أن الآن قادرون على أن نقوم بتنبؤ بهذا منذ البداية. وهناك اختلاف كبير يقدمه الـ AI هو أنه يساعدنا في تقديم معلومات
تمكننا من فهم وضع السوق وأن نفهم وضع السوق وسرعة السوق وسرعة تقلبات السوق والأمور المتعلقة حتى نستطيع أن نقوم بتحديد مركزنا والعبور بسلاسة. لذلك نحن سعداء جداً أن الآن لدينا لهذا هذه المرحلة مع الخوارزميات التي نستخدمها خوارزمياتنا حتى نكون بهذه المرحلة أن نكون قادرين منذ البداية أن نكون على علم بما سيحدث. هذه فقط البداية مع 2.0. نحن مدنا نعم بشكل أسبوعي ونقوم بتقديم نسخ جديدة. كما رأيتم أن نحن هنا بالفعل بنسخة 16، هناك بالفعل يعني نسختين 15 و16 ونحن أنما على النسخة 17. النسخة 17 أنها تقوم بحل المشكلات. أن هنا كما ترى هنا على سبيل المثال كان هناك 75% من حركات كانت قد تحدث ولكن لم نحظى بها نتيجة لزيادة نسبة تقلب السوق ولم نتمكن من أن يعني نستفيد من هذا أننا كنا مقبولي الأيدي. ولكن نحن الآن نقوم بتمديد حلولنا ونقوم بالعمل مع الاي اي حتى نجد الحلول. وعندما نتمكن من تحقيق ووجود وإيجاد هذه الحلول من البسيط جدا والسهل والمنطقي أن نقول نعم هذا يمكن تطبيقه نستطيع أن نستخدمه وهكذا. إذن هذه هي النسخة 17 والتي سوف تساعدنا بكد على أن نخرج من يعني المآزق لأننا كما رأينا سابقا بدايزي أننا كنا جيدين دائما بالدخول ولكن ربما في الخروج كنا لا نصل لنهاية المطاف. إذا النسخة 17 نتوقع أن تكون متوفرة معنا في خلال أسبوع أو أسبوعين. إذا الآن نستطيع أن نقول في كل مرة يعني نقرر أن نحضر شيئا الأمر قد يأخذنا فقط أسابيع وليس شهور. وأيضا ما وددت أن أشارك معكم أن أعلم أن الوقت يعني داهمنا ولكن وددت فقط أن أخبركم كما وعدتكم أن أشارك معكم هذه النتائج. إذن هذه النتائج ألفز وهذه كانت ناجحة جدا في حركاتنا بالسوق وهذه هي يعني هذه القصة التي كنا نعاني منها ولكن اليوم لدينا توزيع مختلف والنسخة الحالية تم تعديلها. لذلك نحن نتوقع ألا نحصل مثل هذه القصة مرة أخرى من الخسائر. أيضا أعتقد أن الأمر قد يبدو يعني غريب جدا ولكن بالنسبة لي هو أفضل شيء قد أراه بالنسبة لي لأن أفضل المصفوفات التي أحبها. ومرة أخرى هذه النسخة version 2.0 والنسخة 16 من المتوقع أن تكون يعني متوفرة بطريقة أكثر معلوماتية. ولكن أود هنا أن أقول أن هذه الخوارزميات الجديدة وكما ترى أنها سهلة جدا وجيدة جدا ولكن قد يكون هناك طبعا خريطة نستطيع أن نريكم من هذا الرسم بياني حتى نوضح بنصب عيننا كل الفرص التي لدينا بالسوق. والمعركة التي لدينا هي أن نقوم بالاستمرار أن نقوم بتغطية كل الخطوط الخضراء والحمراء وهذا ربما يعطينا معلومات كبيرة. وهذه الخارطة تستطيع أن يعني ينهجها كل الفرق حتى يعملون بذهن واحد على كل الفرص وأن يكتشفوا ما هي إمكانيات أن يتم يعني التعامل مع مثل هذه النوع من الأسواق. إذن حتى يعني لا نطيل عليكم نحن لدينا 2.0 فيرجن أو نسخة 2.0 ونحن مسلحون ومعدون حتى نقدم ونؤدي ما لدينا بأفضل وقت. وهذا الشهر
نسبة تطاير السوق أقل ونحن يعني السوق بسواعدنا وبأيدينا ونحن متوقعون أن نقدم النتيجة المزيد. شكرا لكم جزيلا يا رفاق. مرة أخرى نحن نتوقع أن يكون هناك أمور يعني جديدة وإيجابية وناجحة على مستوى الأسبوع. نعم دكتور أنا يعني هذا كان ربما سريع جدا. هل قمت فقط ربما بالحديث عن النظام الحالي؟ هل قمت فقط بإعادة هذه النقطة؟ نعم يبدو أن هنا طبعا نعم هناك فرص ولكن نعم هناك طريقتين. أولا عندما تكون الفولاتيليتي عالية جدا أو التطاير والتغير كبير جدا هناك بعض النقاط التي نستطيع نقوم بتحليلها وأن نقول حسنا عندما تكون هذه نسبة كبيرة جدا قد تقوم بالصعود والهبوط بعدد من النسب الكبيرة في بعض ساعات. إذا رأينا هنا في هذين العمودين كان هناك يعني سقوط كبير وبعدها ارتفاع كبير وبعدها سقوط كبير في كل ساعة. لذلك بالنسبة إلينا ومن خلال استراتيجينا طويلة المدى نستطيع أن نرى إذا قلنا مثلا نستطيع أن ندخل هنا وهي نقطة دخول هنا على المدى البعيد نستطيع أن نقوم هنا قد نستطيع أن يتم توقيفنا هنا نتيجة لعدة أمور لأننا دخلنا بالوقت يعني بطريقة خاطئة أو دخلنا في الوقت الخاطئ. إذن الأمر هو متى تدخل بالسوق؟ قد يكون هناك دقيقة أو خمسة دقائق يحدث بها تغيير بالسوق. والأسوأ الأحوال هي أن طبعاً أن نخسر مثلاً 30% بيوم الواحد وهذا يعني صعب أن نتحمله. لا أقول أنه من المستحيل ولكنه موقف صعب طبعاً للجميع ولذلك نحن نحاول ألا نتعرض لمثل هذه الخسارة باليوم الواحد. لذلك عندما تكون الفيتاليتي عالية جداً ولا يوجد هناك مثلاً يعني نقاط كبيرة مثلك بالسوق وأيضاً أود أن أقول أنه في خلال هذه الفترة والتي طبعاً مختلفة عما يحدث بالأسواق الأخرى تعمل مع مستوى الفيتاليتي أو مستوى التطاير والتغير بالأسواق بشكل مختلف. لذلك هذا السوق صعب أن يتم الاحتفاظ به واحتفاظ بالأداء. لذلك إذا فقدت أو خسرت فرصة عليك أن تعمل على أن تخسر الفرصة التي تليها. لابد أن تكون متواجدا بالسوق ولا تقوم بإعادة الدخول حتى أنه من خلال الخوارزميات تقترح لنا أن ندخل هنا في هذه الفترة أو ندخل هنا من على الجانب القصير. إذن نحن ما زلنا يعني غير وتكون في ذلك نود أن نعمل أكثر وأكثر حتى نمكن ذلك. عظيم شكرا جزيلا دكتور أنا. وربما نقطة أخرى هي أننا هناك حوالي 60 مليون دولار يعني وطبعا نتيجة لهذه التبادلات التجارية والوقت في دخول السوق مع تغير يعني حالة السوق هذا ما يجعل الأمر ليس سهلا. ولكن على أي الأحوال هذا كان الشرح جيد جدا وفي الحقيقة يعني قد انتهى الوقت. جيرمي فلتتفضل بغلق الاجتماع. نعم نعم جيرمي ربما هل تود أن تقوم ربما بغلق غلق الجلسة ربما لن نكتفي طبعا من الحديث فقط في ساعة ربما نستطيع أن نأخذنا حديث ساعة وساعة أخرى لأن هناك أمور مختلفة يعني لن نستطيع أن نغلقها. نعم دعونا نقول أننا سوف نكون بألمانيا سوف يكون في 30 من يوليو سوف نكون أيضا النمسا سوف نقوم أيضا بعقد اجتماعات في 6 أغسطس. إذن هذا سيكون في يوم السبت وسنقوم بعقد عدد
من الاجتماعات وسوف ينضم إلينا القادة طبعا لينضم إلينا لهذه الفعاليات وأيضا سوف تكون هناك جولة آسيوية سوف تبدأ في الأول من أكتوبر باليابان وسوف يكون هناك طبعا مزيد من التفاصيل حول هذا ولكن يعني فترة الصيف سوف يكون هناك اجتماعات بألمانيا وفرنسا والنمسا هي جولة أوروبية لذلك يعني عليكم أن تأكدوا أنكم تقوموا بالتسجيل نحن انتهينا بالفعل من تسجيل المبكر ولكن كما ذكرنا هناك آلاف التذاكر تم بالفعل بيعها لفعالية دبي وأود أن أقول عليكم أن تقوموا بإشراء التذكرة الآن وأن تحجزوا ما يمكنكم من الآن لأنني أعتقد أنني واثق أنه في غضون 6 أشهر قصة دايزي ستكون على أعلى الأبراج وسوف نخبر الجميع بذلك لذلك حتى تكون موقنا أنك سوف تكون من ضمن هذه الفعالية عليك أن تقوم بحجز وشراء تذكرتك من الآن لأن زخم دايزي سوف يكون بمستوى مختلف تماما في غضون 6 أشهر المقبلة أود أن أقول لنا طبعا عندما تذهب إلى أي من فعاليات دايزي سوف تم إلهامك بالجميع سوف تحظى بالتشابك وبهذه القوة والحماس ما تحظى به من فعاليات دايزي هو أكبر من أي شيء آخر قد ربما رأيته في حياتك لذلك نتمنى أن ينضم لنا الجميع في فبراير 2023 بفعالية دبي فعليك فقط أن تذهب إلى toldyouso2023.com وتقوم بحجز مقعدك بساحة كوكا كولا لهذه الفعالية فيصل ريست أيضا تم تمديدها ليوليو إذا قمت بإحالة 25 شخص بشهر يوليو ووصلت إلى 128,000 بمساهمات الإحالة في شهر يوليو إذا يمكنك أن تكون بيسر حتى إذا كنت يعني قد تخطيت 30 يوم كما تعلم إحنا الآن في هذه المرحلة هناك قادة يساعدون بيسر جولدز حتى يتم تركتهم والآن بكل هذا الضخم ومنتم باكس وكل ما حدث في وقت حالي إذا هو الوقت الأنسب لأن تكون مستفيدا من بيلدر سكور وتشيفر سكور كما ذكرنا هذا هو الضخم الأهم هذا شهر جديد فرص جديدة أسهم جديدة لابد أن تحظوا بها حتى تكونوا جزءا من قصة دايزي بالمستقبل إليا هل هناك أي شيء آخر تود أن تضيفه؟ لا أعتقد أنك تطرقت بالفعل لكل شيء يا جيرمي شكرا جزيلا عظيم دكتور آنا شكرا جزيلا على انضمامك معنا وتركك لمعملك ومشاركة هذه الأخبار معنا you and the Endotech team and we're really looking forward to that too. So while we're on our European tour, we're looking forward to stopping in Israel and we'll be doing some great videos there too for the community. So looking forward to that. Thank you so much for everything, Dr. Anna. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks to everybody for being here today. We'll talk soon.